يلا يا ممدوح. انتوا كلكم بكم مساء صراحة ممدوح راجل صراحة صراحة زياد راجل والله. بس في التاكسي انت لسه مكلمني وهو جاي بيقول لي مش قصدي. حفظت يا زياد؟ لا استنتج. استنتجت. ماشي ماشي استنتج ويا سلمت نفسي. اه ولا مرة اجيب عضلة القلب مش عايزة تمرين، والعيال دي قلبها جامد، هي تيجي تسمع كده وفاهم ما يهمهاش 100 100. خش لا بنجيشي. حفظت يا محمد؟ حفظت؟ لا هو معهوش الستوري. لا الأسئلة دي مش معايا. ما هو معاك، ما سألتنيش ليه طيب؟ اه يعني انت لو عايز تاكل هتستنى الحاجة لما يجي مثلا وتقول له هات فلوس انزل اكل، ولا بتفتح الثلاجة وتخربها؟ ها ما بتعمل ايه؟ ايه؟ نعم؟ آه، النهارده يا حبايب قلبي تاني نكمل على حدوتة الباست سيمبل يا يوسف. فاضي كويس؟ لا 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 نشتغل جرامر. باست سيمبل باست كونتينيوس باست بيرفكت بيرفكت كونتينيوس بسرعة كده. على احنا شرحنا روابط ايه؟ باست سيمبل وباست كونتينيوس تقريبا شرحناهم، اللي هي وايل ووين وديورينج والباست بيرفكت. نفتكر كده الباست بيرفكت قلنا بيتكون من هاد بلس باست بارتيسيبل تصريف ثالث. قلنا شرطه ان هو يكون في جملتين ويكون ما بينهم رابط. قلنا اول رابط عندي after، قلنا نجيب بعده past perfect، وبعد ال past perfect past simple. أعطينا example لما نقول first they got married then they traveled abroad. يجي يقول لي use after، هنا عندي حدث أول حدث ثاني وبينهم مدة زمنية، فهنستخدم الرول بتاعتنا ببساطة after they ها after they had got married. married هنا صفة تمام. after they had got married what happened؟ they traveled abroad. قلنا في الحالة دي، حالة after دي اللي بعدها جملة equals as soon as اللي هي بمجرد أن. قلنا after ليها رول تانية إن هي can be followed by verb ing، فهنقولهم ها وبعدين باست سيمبل عادي. هنقول ايه يا ياسين؟ هنقول ايه؟ after ادي اول طريقه، يا اما قال لي marriage after marriage او لا مش marrying بقى getting married. يا marriage الزواج او getting married خلاص. what happened they traveled abroad. طب راجع معايا على before، هنقولها ازاي before يا رومي؟ before before بيجي بعدها ايه؟ past simple
وبعدين باست ايه؟ بيرفكت. باست بيرفكت. فين الباست سيمبل؟ فين الباست سيمبل؟ هل هي مرد وجيت مرد والكلام ده؟ امال مين؟ ترافلد اللي هو الحدث الثاني الاخير، هنقوله كده بيفور. ها they traveled they had got married. طب الرول الثانيه اللي بيفور، طبعا بيفور في الحاله ديت equals when equals by the time، انما before ليها استثناء، ان احنا بنقول before plus verb ing ونجيب الماضي بتاعي. قولها كده يا احمد هتبقى ازاي؟ اللي فيها ing يا احمد before. انت خدت الجمله دي صح؟ انا بقول لك بقى before و verb ing، يبقى before ايه؟ traveling. Before traveling, they had got married. ماشي، نيجي بعد كده. قلنا until، مين فاكر الرول بتاعت until؟ قبلها but ايه؟ لا قبلها، قبلها but simple. Negative. قبلها but simple وهو اللي مع النفي. وبعدها but ايه؟ past perfect، يعني الحدث الأول بيجي بعدها. طيب نقولها كده على الإكزامبل اللي فوق. ها زياد، نقول الإكزامبل أهو. they didn't travel until they had got married. سمعت يا نوفير؟ لا يا مستر لسه سمعتش، ليه يا حبيبي؟ ما اعرفش اسمع ازاي وانا اونلاين والله. واو، لا دي تبعتولي حبيبي. بي اف ولا اجي اسمعه مع التسميع اللي جاي؟ لا تعالى لي بكره طالما انت حافظ. انت حافظ صح؟ ايوه يا مستر، مفيش حاجه مش حافظ. 100 100. طيب ماشي. طب لو قلت لك what did the mayor tell the لا لا sheriff؟ لا لا، النت عندي بيقطع، مش هسمع كويس. ماشي، بكرة تيجي تسمع انه فين. حاضر. ماشي. طب until ليها رابط برضو شبيه بيها اللي هو مين؟ till. تعرضنا كمان قبل كده used to، بس انا عندي used to النهارده فيها ليها استخدام تاني او حاجه تانيه شبيهه اللي هي would. used to في الباست قلنا بيجي بعدها مصدر. طب would برضو مصدر. لما انا اقول لك كده when I was young I used to visit London، واجي اقول لك برضو when I was young I would visit London. ايه الفرق ما بين used to would هنا؟ ها used to يعني كان permanent ايه؟ habit، كان عادة دائمة عندي ان انا اذهب لايه؟ لندن. طب امال would؟ ازاي انا دلوقتي يونج؟ لا لسه بقى. ها لا ها اي وود نوت هابت. ما كانش الموضوع ده ما كانش بالنسبه لي ايه؟ عادي، حصل وانس اور توايس. مش تمني، تمني بود، تمني في الماضي و اي ويش وهاد وباست بارتيسيبل. لا كنت اسافر برضه. مثال تاني، مثال تاني توضح اكتر. when he visited
the zoo. He used to feed the lion. يبقى ده كل ما يروح الجنينة كان بيعمل ايه؟ كان بيأكل الأسد. خلاص؟ طيب إنما كده when whenever he visited the zoo he would feed the lion. يبقى كل زيارة هنا when he visited the zoo كل زيارة كان متعود فيها ان هو يطعم الايه؟ الاسد. دي العادة بتاعته. طب هنا whenever كل ما كان بيروح برضو الجنين او وين عادي برضو he visited the zoo. لما اقول بقى he would الموضوع ده ما كانش repeated معاه. ممكن مرة كان يوكل الاسد، ممكن مرة يروح يوكل الزرافة، ممكن مرة يروح يأكل حاجة تانية. انما ده لو حسبتها percentage 100% كان بيروح بس يوكل الاسد. انما would لا متوسط، ربما او ربما لا. ها sometimes يعني sometimes بس في الماضي، انما فوق always دائما ده اللي كان بيعمله. خلاص ماشي. طب نشوف كده exercise. ايه الاضافي بس الاثنين علينا يعني. في الاضافي مستر معلش بيج كام؟ page 55 بس يا ابني بس يا حبيبي. As soon as يلا انت محمد 55 يلا حسين ليه؟ الصغير 55 As soon as they got on the boat, they ate their life jacket. They had put on. طيب دي الرول بتاعت مين؟ As soon as. As soon as قلنا زيها زي مين؟ After. يبقى هو الأول أنا بركب الإيه؟ المركب وبعدين باجي جاي لابس الجاكيت. تمام؟ يبقى دي هتجيب باست سمبل عادي اهوت عندي بوت. ليه هات بوت؟ مش احنا قلنا افتر يجي بعدها ماضي تام؟ طب هنا افتر جاي بعدها ماضي بسيط، يبقى الجملة الثانية طبيعي هتبقى ماضي بسيط برضه. ده جت باست اهي، يبقى انا اجيب هنا باست سمبل برضه. ممدوح. مستر دي ما هتنتر ام هاي ولا نيو هيلب؟ ام هاي هاو صحتك لونج كام عشان 55 ممدوح ماشي هاو لونج had you been waiting كنت منتظر قد ايه عندما وصل مين علي نعم حلو مش وين جت بعدها باست سيمبل طيب ادي جه باست بيرفكت كونتينيوس ما هي باست بيرفكت يا باست بيرفكت كونتينيوس انتوا الاثنين مش عايز كلام three the wind was blowing harder and when suddenly a sandstorm started A sandstorm started. يبقى الريح كانت تهب فجأة. طالما جاب لي فجأة يبقى بطل. نوان. Alice was hungry because she hadn't eaten. ده الحدث الأول. Five. أنس.
The naughty boys a playing tricks on their friends. Are used to. ليه؟ عشان في بلاينج. نعم؟ نوتي ولاد شقية. تامر. It was the same sound that I ate earlier. Was heard. Had heard. Earlier معناه قبل ما اسمع الصوت. يعني هو ده كان الصوت اللي انا ايه سمعته قبل كده. Earlier. Earlier يبقى had و past participle. 7. Sam. We finally arrived at the hotel after we ate for 10 hours. طيب ثواني في الجملة دي، هي صح had been ايه؟ traveling. خلاص؟ طيب لو ما فيش for 10 hours المفروض كان يحط في الاختيارات ايه؟ had traveled. تمام؟ بذكر المدة الزمنية، أصل الماضي التام هو هو الماضي المستمر. الفرق إن أنا في الماضي المستمر، سوري، الفرق مع الماضي التام المستمر إن أنا بذكر المدة الزمنية. يعني طالما قال لي for 10 hours، قال لي مثلا since 5 o'clock، بغير من الماضي التام، بطوره من الماضي التام للماضي التام الايه؟ المستمر، اللي هو بيتكون من ايه؟ had been و verb ing. يبقى انا خلاص. نعم. تاني، فاكر انت ال present perfect continuous لما كنا بنقوله ايه؟ he has been playing for 5 hours now، بقاله 5 ساعات ايه؟ قاعد بيلعب. طيب هات الكلام بقى في الباست، في الباست يبقى احنا هنغير من البريزنت بيرفكت، بقى في زمن شبه بس في الماضي اللي هو بيتكون من هات وبين وفيرب ايه؟ اي ان جي. طب ده استخدمه امتى؟ لازم برضو يكون عندي الروابط اللي هي بتاعت الماضي التام العاديه. يعني after he had been playing the game for 3 years، بعد ما قعد يلعب اللعبة دي لمدة 3 سنين، it closed. It closed. طب ما فيش المدة الزمنية، لو ما فيش four وال 3 years ديت، هل يبقى في موجود عندي had been playing؟ لا. امتى يبقى في حاله استمرار الماضي التام المستمر ده؟ في وجود مده زمنيه. طب ايه الفرق بينه؟ ايه الفرق ما بين was و were؟ عشان ده اكتر الناس بتلخبط فيه. was و were و verb ing واللي هو had been و verb ing. بص يا حبيبي، was و were و verb ing بيتكلموا عن certain moment in the past. يعني ايه certain moment in the past؟ يعني انا كنت باكل لما انت شفتني، يبقى انا بصور اللقطه في الماضي، انا بصور اللقطه، اللقطه اللي انت شفتني فيها كنت انا ايه؟ قاعد ايه؟ باكل. هل في مده زمنيه هنا؟ مفيش مده زمنيه. انما لما اقول لك كده ده قعد اشتغل 3 سنين، يبقى ده حدث اول اهو، بس جبت معاه مده ايه؟ زمنيه. لما قرر ان هو يرجع مصر، هو ده حدث مفاجئ؟ هو ده حدث مفاجئ القرار ده؟ لا، ده حدث اول الشغل واستمر المده الزمنيه، يبقى ماضي ايه؟ تام مستمر، وبعده اتاخد قرار، يبقى باست سمبل. انما في الماضي المستمر بيبقى في حدث اصلا بيحصل وانت بتصوره، تصور حاجه سادن اكشن جواه، كنت بتاكل وقعت المعلقه، مش هقول بقى بينما كنت او بعد ما اكلت لمده ساعه المعلقه وقعت، لا ده مش حدث اول وحدث تاني، المعلقه وقعت في وسط ايه؟ اكلك. صح؟ مش خلصت اكلك. انما مثلا بعد ما ذاكرت لمده ساعتين ابويا قال لي خش نام، يبقى انا كنت قفلت مذاكره بقى لي قد ايه؟ هو انا بقول while I was studying for 2 hours؟ غلط. طالما ذكرت مده ما اجيبش ماضي مستمر، اجيب ماضي تام ايه؟
مستمر بس مع افتر وبيفور وكده، مفهوم ولا نعيدها تاني؟ We finally arrived at the hotel after we طالما مدة زمنية يبقى had been traveling على طول. He not to living in a small house. خلي بالك بقى في الجملة اللي جاية. حسين. Now he lives in a big one. جايب لي مين؟ To living. Was used to. طبعا ما ينفعش used to بس. ليه؟ used to بيجي بعدها مصدر. فأنا عندي تفيد الاستمرارية أكتر. يبقى was used to وverb ing used. They are used to. نعم؟ traveling. ten. فيروز. Joan, who is my friend, a after day's tournament. won. ايه ده ازاي بريزنت جبت معاها باست؟ لا انا هنا از ماي فريند ديت تعريفيه، رب جمله وصف، جمله وصف. مروه. I saw Julia when she ate the shopping. when she لا when she هي المفروض يعني المفروض ما فيش ده، المفروض ما فيش ده. when she الافضل ان انا هستخدم ايه؟ was shopping. when she was shopping. طب يا مستر المفروض while هي اللي بيجي بعدها past continuous. حالات عاديه ممكن اجيب when بعدها past continuous طالما هو جايب لي ing. خلاص 12 last term. فاطمه. my school gave ماشي gave training. بعد كده هايدي. Sam walked 15 kilometers every day when he ate pain and foot. لا when he was crossing. دي المسافة اللي كان بيقطعها أثناء رحلة العبور. She felt so tired that she not to go to bed early. That she decided. That she decided. ماشي. طيب. After we had put up the tent, we ate dinner. تبقى هاد had we had dinner. She is spending كملي her free time on the beach when she was in Alex. Is used to when she was in Alex. يبقى where used to. لا ما ينفعش where ماشي كده. طيب عشان بس ايه، بصوا يا جماعه انا عندي am طبعا وما يقابلها بقى في الماضي am و is و are used to دي بيجي بعدها verb ing. ده معناها كان معتاد على فعل الشيء خلاص. قصادها في الباست عندي was و were برضو used to plus verb ing. في كمان بقى get used to بيجي بعدها verb ing و got الماضي منها got used to last accent to plus verb ing. طب ايه الفرق ما بين دول؟ قال لك ده معتاد على فعل الشيء اللي هي بالفيرب تو بي تمام، انما جيت يوز تو ده يعتاد لسه على فعل الشيء يتعود. فهنا هتبقى جوت يعني جوت يوز تو اتعودت على الايه؟ المشي.
مستر. طب معلش، هو مش المفروض يعتاد لسه؟ ما هو بس اصل انت بص دي شي اصلا ودي كمان وير، ماشي. فهنقوله طب دي شي وير ازاي؟ لسه هيعتاد وهي خلاص كانت when she was. اتعودت بقى يعني، اتعودت ماشي. على طب قضاء وقت فراغها ده على الشاطئ، تمام؟ ماشي وير تمام. طبعا مش هتنفع، ويوز تو مش هتنفع لان ده اي ان جي 17. نوفير تبقى didn't eat. ما ترقق صوتك شوية يا ابني، ايه ده يا ابني؟ Alice was hungry because didn't she eat. ate for a long time. مش سامع حاجة. طب لا لحظة، didn't eat. ها؟ didn't eat يا مستر. غلط يا حبيبي. hadn't eaten. hadn't eaten ده الحدث الأول، يبقى هو جعان، كان جعان ليه؟ قبل كده ما كانش كان. كمل. I a an email when the I was electricity went writing. off. I I was was writing. writing. بعد كده يلا يا ناصر. Did you eat or like cartoons when you were young? Use. Use. They ate all day when we decided to stop. بص بيقول لك ايه بقى؟ All day. Had been running. Had been running. When you won. كلمتك يا ابني. نظراتي مريبة. ايه يعني ايه؟ حسن. How long is it since you ate? Had not. Had moved. الثانية. الثانية ليه يا حبيب قلبي؟ من امتى سنس بيجي بعدها باست بيرفكت يا حبيبي؟ منو تبقى الأخيرة. Moved. Moved past simple. Past simple بعد سنس. سنس يو moved. We ate when suddenly we heard strange noise. We're eating. We were eating. حدث مفاجئ. أقرأ. We had set up the tent before we. أقرأ. إيه؟ آخر واحدة. في الحمام يلا ولا إيه؟ collected. ايوه طالع اهو من الحمام. collect. انا كنت قاعد ايه على ايه السماعه. In those days my parents visit in those days my parents visit their relatives regularly. would would. طيب ليه مش should؟ ليه مش شد؟ لا على فكرة ممكن تبقى شد قوي عادي، نصيحة عادي انصحك فكر يا حبيبي. انا بابا هو جرامر، انا مش بالاحساس. لا بابا هو قايل ليه يا بروفيسور؟ ليه يا بروفيسور؟ المفروض تلك الايام والدي عليهم ادي له آلة حاسبة يا ابني عشان يجمع. شوف يعني المفروض
حلو ماشي حلو يا بابا. هو قايل those days مش these days. لو قال لي these days would مش هتنفع. these days يبقى الايام اللي احنا عايشينها، would ماضي خلاص. انما هو قايل those days تلك الايام بعيد للبعيد، يبقى مش اللي احنا عايشينها، الماضي. لا طبعا شود مش ماضي. شال ايه؟ شال دي للاقتراح يا بابا. لا مين اللي قال لك كده يا بابا؟ ما كناش بنحولها كده يا بابا، شال ما بتبقاش شود، كنا بنحولها سجست. يا بابا والباست منها شود هاف وباست بارتيسيبل. تبقى اسال اختك. ايوه 25 ماري فهمنا يا ابني ليه؟ ليه وود؟ لانه بيقول لي those days. لو قايل لي these days هذه الايام يبقى ده الحاضر، فالحاضر نستخدم should. والفرق معلش يا جماعه ما بين شال وشود، شال دي يا جماعه بتستخدم في الاقتراح، شد اعطاء نصيحه، الاقتراح غير اعطاء نصيحه. يلا نطلع رحله، شال وي فيزيت ذا بيراميدز، ما ينفعش اقول شد وي فيزيت ذا بيراميدز. ها؟ فهنا في المثال ده وود، انما لو زيس كانت تبقى شد. 25 كمل. لا دور تاني. ناصر قال حوفي. حوفي is used to يلي nowadays. ماشي. They wanted to have some rest because they are traveling through the jungle. ها؟ لو ما فيش nowadays هتبقى ايه؟ لو ما فيش nowadays كده؟ برضه هتبقى is used to. تمام. هتبقى had been. had been traveling. تمام. ليه؟ لأن هو بيقول لي all day. all day. is used to. حسن قال سيف مختار working is used to working while she was running 29. يلا يا حبيبة. حبيبة قول يا نادي. was ليه was لا had stolen. هي كانت غاضبة ليه؟ لأن حد كان سرق. كم we went to place when people say there is a lot of fish. There where a lot of fish. You see I got into kayak. I got into kayak. ما بيغلبني يا عم كل يوم في البلياردو يا عم. I got into kayak then remembered that I ate a paddle in the tent. على فلوس ليه يا ابني؟ I got into a kayak
then remember that I ate the paddle in the tent. Had left. ماشي كمل يا مروان. Each student A speak about a topic in class every term. Would. Would. طبعا ما فيش حاجة اسمها had used to. تمام؟ بعد كده room. We A an accident when I have been driving. شال على الحيطة ولا إيه؟ When I have been driving for a long time without stopping. خلاص بقى خلاص بقى قول يا ابني. Had we had an accident. Do you like living in the city? Well, I ate it yet. لا مش didn't ازاي ده بيقول لك do you like. I'm not used to it yet. لسه لست معتاد عليه. قول يا احمد. I'm used to speaking. We finally saw the top of the mountain after we ate for 2 days. Had been climbing. طالما ذكر المده خلاص يبقى had been climbing. بعد كده قول يا زياد. After the journey they went. صح. 38. What? لا. Sorry. What was he looking for? What was he looking for? 39. طبعا لو قال for 2 hours مثلا خلاص يبقى had been ايه؟ looking. حماد. When I go to school. When I got to school, the class had already started. 40. When we were children, we live in London. We used to live in London. 41. Mamdouh. 2 years ago, my dad bought a small motor because he always needed to go fishing at sea. هي بص المفروض في نقط بعد هي تمام يعني كده he had always wanted دائما ما كان يريد had always wanted ماشي يبقى في نقط المفروض بعد هي كم the sun was shining مش هي في اند يبقى ده احنا غادرنا البيت لقينا ايه بقى في الوقت ده the sun was shining and the birds were المفروض singing 43 خلاص كمل محمد وسام I can't concentrate مش قادر اركز I'm not used to studying in such noisy places. كمل. لا غلط. My sister always worked as a teacher. Used to. My sister always worked as a teacher. Used to. But my sister used to work as a teacher. Two. Before going out, I switched off the lights. After switching the lights off, مش هتفرق هنا ماشي the lights off
سواء switch ديت و off separated phrasal verb separable separable. After switching the lights off I went out. هقول لك لا عادي. بصي ممكن تكتبيها switch off. في حاجة اسمها يا جماعة un separable phrasal verb وفي separable. هقول لك والله في بيتفرق وفي ايه ازاي. اما اقول لك مثلا ايه look at look at the board مثلا، هل ينفع اقول look the board at؟ لا، يبقى ديت كده ايه unseparable، ما ينفعش افصلهم عن بعض. انما في حاله وجود ضمير it مثلا عندي look up يبحث معنى في القاموس look up خلاص. انا ممكن اقول لك كده ايه look up بص لفوق خلاص، يبقى هنا ده مش هينفصل. انما لما اقول لك دور على معنى كلمه look up the word، انا جايب كلمه ايه the word، فاقول look up the word. انما لو جبتها بايه look it up الضمير يخليها تنفصل يشقها look it ايه look it up. ولا انتوا فاهمين مفهومه؟ تاني بعض الفريزل فيربس. لو ايه الفريزل فيرب اصلا؟ خلي بالك ده درس كبير. الفريزل فيربس ده الفريزل فيربس زي لوك ات قلنا ينظر الى لا ينفصل. مثلا ايه لوك افتر يعتني به، ده ما ينفعش افصله حتى في وجود ضمير. اقول لك لوك افتر ذا بويز لوك فور ذا بن ابحث عنه. انما فيرب زي مثلا ايه تيرن اوف تيرن اوف وسويتش اوف وتيرن اون والكلام ده. والله لو انا قلت تيرن اوف ذا لايتس اقول كده تيرن اوف ذا لايتس تيرن اوف ذا لايتس تيرن اوف ذا لايتس. طب لو حولت ذا لايتس دولت لضمير يبقى تيرن ها لا تيرن ذم انا فوق غلط تيرن ذم ها اوف تيرن ذم طالما في ضمير يبقى افصله تيرن ذم اوف. انما كلمه ذا لايتس ما ينفعش افصله تيرن ذا تيرن اوف ذا لايتس يبقى فوق. لو انت هتعدلها هو كما مكتوبه صح سويتشنج اعكس بقى هشيل ذا لايتس بس الافضل ان انا اقول يعني ايه اللي فصل الجهاز ولا النور ولا ايه switching the lights ايوه switching off the lights ده كده صح. حولتهم لذم يبقى اقول switch them off. 3 مي تام انت ما قلتش. طب قول they used to go for a walk in mountains not they ايه بس ما لو قلت didn't use to ما كانش غلط معايا يا بابا. الفيرب لما يجي غير معناه عادي هو غير نفي هو طالب نفي الصفه هي اللي تعمل فيها كده تجيب العكس يبقى they didn't use to go for a walk in mountains. بعد كده انس انس قال تاني قول يا انس هتتقلي ليه قول تاني ايه المشكله يعني قول يا لا اخلص يا مستر مع اخلص طب خلينا اخلص. After she had failed the exam he felt very sad. كل دول هيساعدوك عشان تحل جمله تخلص. ازاي ايه ازاي؟ بيفور بيفيلت فيري ساد يا ابني ايه المشكله طيب؟ ايه؟ نقلبه ليه الجمله؟ ده هي زي ما هي كده هتشيل افتر تحط بيفور في نصه وخلاص. اه
ده بيقول لا ان فيلد فيري ساد ايوه فيلد زي اكزام. يا ابني الفرقه ما ينفعش تحط الاول يا ابني الاول سقط في الامتحان قالوا له يا ساجد سقط وبعد كده راح حزن حزن يبقى هو حزن حزن ونعيم قبل ما يحصل ها قبل ما يحصل سقط قبل ما قبل ما تصدق يبقى هنقوله هي فيلد زي اكزام هي هاد فيلد the exam before he felt very sad. قولها تامر. He trained hard during that time Ali watched TV. While Ali was watching. It was ايه بقى؟ لا it rained يعني بدأت تشتي. حسام mom used to walk to school every day when she was a child walked. يبقى mom always walked to school. سبن انت أبطأ منه. ولا حسين علي didn't come I didn't invite him. علي didn't ايه علي didn't come صح علي didn't come because بس يا يوسف I hadn't invited him. خلصانة بشياك. قول يا يوسف they are in the habit of getting up on time. They are used to getting up on time. Nine. Fairuz. Fairuz. She didn't go out till had fed her baby. ماشي مروة they didn't go out for a walk until he had found his friends. Found his friends of them. ماشي. عوض الضمائر. زي دي المفروض ايه؟ his friends. his friends. زي دي المفروض his friends. I haven't seen him for 2 days. رضو. روضة. روضة خلاص يا بنتي. غلط. هايدي. غلط. فاطمة. غلط. اي جو. ده ماركة جديدة دي. I last saw him. ما تمشيش لا عرجة هي. I last saw him 2 days ago.
يا ابني اديني شويه كفايه كفايه في ايه يا ابني؟ انتوا ايه يا ابني؟ ايه تعبان؟ تعبوا لي بره وتجوا لي هنا مقرحين. تعال مقرح انت وهو صحيح. لا ده عايز الكتاب. ماشي الهوم ورك 58 و 59. ماشي و 60 و 65 لا 65 ها يا ابني مش حلينا اهو حلينا دي انت دحيح انت اللي خبيث بس والله مهتم اهو انت اللي قعدت تتسلى فيهم مش محلولين صح انتوا بس ده اتنين بس حد حلل دول بجد والله ما خلينه وريني كده قال ازاي ده حصل طيب تصوير والناس دي كانت معاه الملاذ طيب استنى خلاص بلاها 65 70 ده على ايه؟ انا 70 بس مش 65 يا جماعه عشان الناس ما تزعلش المره الجايه يقول لك من غير الستوري ما انتش داخلها امين مفيش تسميع كلمات النهارده تمام سمع قصه ما فيش تسميع النهارده قصه بس مستر ناس بقى الحكومي مش هينفع مرتين ورا بعض من غير تسميع هترجع لي على يوت 1 و 2 الله مذاكرهم خلاص ماشي هو بالنسبه بقى للتسميع ده يعني في حاجات انا عرفت احفظها وفي حاجات مش عارف الخصها انا بكره هفتح الملزمه تاني واقرا تاني الاجابات بتاعت 9 اسئله وترجمها مع نفسي كده وابعتهم لكم فيديو ماشي ماشي يا مستر الا ده في اجابات 9 سطور وحاجات زي افتخار ماشي ثواني البنات تنزل الاول ايه داي المراجعة اللي هي بتاعت الحكومة يونت 1 و 2 ام هاي ولا هلو؟ يعني حكومي ها اللي هو هلو تمام اعمل ايه؟ شكرا